بالنسبه لهادشي اللي وقع لسفيان شي حاجه اللي عاديه، اي واحد يقدر يكون شارب، يقدر يتصادع، يقدر يتضرب. كاين مجموعه مواقع التواصل اللي كبروا هادشي، ومجموعه ديال الاشخاص اللي بارطاجوا الصوره ديالو والدم تيسيل ليه من العين ديالو، يقدر يتابعهم بالتشهير. هادشي اللي وقع لسفيان راه بقى فينا بزاف، بقى فينا بزاف، حيت انا صديق ديالي وعندي عزيز وغالي، بنت الوزير السابق السيد داوودي ضربات بقرعه للوجه ديالو، ما خاصهاش تضربو. واخا يوقع اللي وقع، واخا يوصل النقاش فين ما وصل، اللي كاين انها هي فان ديالو بغات تصور معاه، ما لقاتو ماشي هو هذاك، ما راشقاش ليه، ما يكون قنعها ولا شي حاجه وضرباتو بقرعه. والله يدير لهم شي تاوي الخير. هما دابا راه دخلوا عند السيد وكيل جلاله الملك، نتمنوا ان شاء الله نتمنوا حنا يتصالحوا، اللي تم توقع غيتصالحوا وغيخرجوا مصالحين وما كاين والو. هادشي ما خصوش كاع يكبر بصفه نهائيه، حيت كلشي تيشرب، كلشي تيتصادع، كلشي تيتناقش. بالنسبه لسفيان البحري اول مره تيوقع لي هادشي، ما عمره ما وقع لي شي نزاع ولا شي صداع مع شي واحد. السيد مسالم، سفيان البحري مسالم، ما عمره ما تيدابش، ولد الشعب، ولد سيدي موسى، ولد الشعب، والمحب، صاحب المحب الاول، صاحب الجلاله الملك محمد السادس، تيحب الملك من الطفوله ديالو، وصديق ديالي عندي عزيز وغالي. انا واقف معاه في السراء والضراء ومعاه وبجنبه. سفيان البحري ماشي داعيه، سفيان البحري ماشي شي واحد ملتحي تيصلي بالناس ولا شي حاجه، شاب مغربي تيشرب الشراب، راه العالم كله تيشرب الشراب. الا كنت انا ما تنشرب الشراب ولا ما تا، راه العالم كله تيشرب الشراب، والعالم كله تيتصادع، والعالم كله تيجي المحاكم. هذه هي سنه الحياه، سنه الحياه ماشي ديما فرحه ديما نشاط، سنه الحياه كاين الموت، كاين الضحك، كاين المدابزه، كاين كلشي. وهادشي اللي وقع لي راه عادي، غير هما بعد مواقع التواصل ضخموا هادشي وكبروه، ونتمنوا هادشي باش ما يتبارطاجات. هذوك الاشخاص اللي تيبارطاجيو ونضرو في العين ديالو، راه من بعد راه غيتابعوه.